المواطنين سلامات إجا الأمن بدل السلامة كثير يعني. لحظات هذا الانتهاج إذن مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط منطقة بنوصيليا. في هذه الأثناء غيتم النقل ديال الشخص يتم إطلاق النار عليه من طرف السلطات الأمنية بمنطقة البرنوصي. مستشفى المنصور عين الدوش عين الدوش مستشفى الوسط لتلقي علاجات. الله نقوص حداك. باقي هيدا خويا هيدا رجع له هيدا رجع له هيدا يضربنا Thank you.
وي جا الله رد الدراري. اذا في هذا الاثناء غيتم النقل ديال الشخص اللي كان حامل سيف وتم اطلاق الرصاص عليه من طرف السلطات الامنيه بمنطقه البرنوصي، يعني بعد ما عدد حياه المواطنين ورجال الامن. يعني في هذا الاثناء مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا معنا النقل ديال الشخص المعني بالامر. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام اللي غيتم النقل ديال ديالو الى مستشفى عشين غش من اجل تلقي العلاجات اللازمة وكذلك من اجل اجراء عملية على مستوى كما كتلاحظوا معنا. خويا انا مزوقه. اذا مشاهدينا الكرام في هذا الاثناء غيتم النقل ديال الشخص المعني، يعني هو الشخص اللي تم اطلاق الرصاص عليه من طرف السلطات الامنيه بمنطقه البرنوصي بعد ما هدد حياه مواطنين والامن رجال الامن وسلامته هو شخصيا للخطر. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام يعني في الاثناء اللي تم النقل ديالو الى مستشفى يعني الاخت ديالو في الاثناء تبعته في سياره اجره، وكذلك غيتم كذلك تبعهم السياره ديال رجال الامن تم اطلاق الرصاص عليه من طرف السلطات الامنيه بمنطقه البرنوصي. في الاثناء تم النقل ديالو الى مستشفى عشرين غش من اجل اجراء عمليه على مستوى الفخذ، اللي كما قالت لنا الاخت ديالو ان الحاله ديالو حرجه على مستوى ان الرصاصه اللي قاس به العظم ديال فخذو. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه البث المباشر، نلقاكم في بث مباشر جديد ان شاء الله، الى اللقاء.